هكمل معاكم اخبارنا، وعندنا حاجتين. حاجه لسه من دقائق بنحيي فيها ابن مصر محمد صلاح، بنقول له ربنا يكرمك. هو كان بيلعبه مانشستر سيتي وحط الجول الاول وصنع الهدف الثالث، لكن اصيب خد عين، ربنا يحرسه. هنشوف فيلم قصير ليه ونحييه ونقول يا رب ربنا ينصرك يا محمد، يا صلاح يا رمز الشباب محمد صلاح. اللي احنا الاسبوع ده اسبوع الافراح للايتام، زوج كل البنات اللي موجودين في بلده. في كام لعيب كوره بياخد ملايين؟ اللي في الاهلي وفي الزمالك ما تعملوا كده، وايه يعني ما تصرف كام الف؟ نفسي الاهلي يقولك اللعيبه اللي عندنا عملوا افراح جماعيه في الحي بتاعهم او القرى بتاعتهم. الزمالك نفس الحكايه، ما هو ربنا بيديله من واسع عشان بيعمل خير. هنشوف دقيقه سريعه لمحمد صلاح ونكمل معاكم المشكله اللي هنتكلم فيها النهارده. نجمنا، نجم مصر، ربنا يحميه ويشفيه ويعافيه، محمد صلاح قلب الاسد. انا يعني اللي شايفه ان محمد صلاح بقى سفير لمصر، العالم كله بيتكلم عليك. قلت له يعني انت محمد ممكن توصل لاعلى حاجه، ولاعب الكره لما بيبقى في شهره دي بتسعد اهله، بتسعد اصدقائه، بتسعد مصر كلها. انا اسمي حمدي نوح، مدرب سابق في المقاولين. يحظى محمد صلاح الذي بلغ رصيده 36 هدفا في 41 لقاء بموسم مذهل مع ليفربول. الجناح المصري البالغ 25 سنة بدأ يرسخ نفسه كواحد من النجوم الأكثر إثارة بعد 11 سنة من سعيه لتحقيق أحلامه عبر اجتياز 120 كيلومترا يوميا من قريته إلى نادي المقاولين في القاهرة. هي رحلة كانت تستغرق ذهابا وإيابا 8 ساعات. كان بيتعب جدا وكان في معاناه ان هو يجي نادي المقاولين العربي. هو كان محمد من قريه نجريد، وكان بيروح بسيون ويروح طنطا، ومن طنطا للقاهره وبعدين نادي المقاولين العربي. قلت له يا خبر ابيض يا محمد، انت كده يعني بعيد جدا. لكن ده برضه اداله يعني اصرار على ان هو يوصل. غادر صلاح مصر حين بلغ سن 20 لينضم إلى بازل سنة 2012. سجل هدفين في أول موسم له في دوري الأبطال في شباك تشيلسي الذي انضم إليه لاحقا، ثم لعب مع فيورنتينا وروما حيث حصد 43 هدفا في 109 لقاءات. الله عليك يا ابن مصر يا محمد صلاح، اللي النهاردة عملته أرقام قياسية. ليفربول بيخش التاريخ، ليفربول مع محمد صلاح حاجة غير عادية. مانشستر سيتي ده أكبر الأندية في إنجلترا وأغناها وأكثرها مالا، النهاردة بيتحطم بقيادة الفرعون المصري.